ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة زي ما انتوا شايفين انا هعمل معاكم الميني تشيز كيك، هعملها معاكم بطريقة سهلة وسريعة وان شاء الله تعجبكم قوي. اللي انا محتاجاه للوصفة بتاعتي عندي بسكوت سادة، انا هنا استخدمت نوع فينجر، تقدروا تستخدموا النوع اللي تحبوه والنوع المتوفر عندكم. انا هعمل معاكم النهاردة الميني تشيز كيك، هعملها بالبسكوت السادة وهعملها معاكم بالاوريو. تمام، باللي انا استخدمته في البسكوت بالظبط استخدمت 300 جرام من البسكوت، هستخدم معاهم 150 جرام من الزبدة. تمام، الزبدة بتاعتي انا سيحتها بس شوية علشان هخلطها بالبسكوت بعد ما هطحن. تمام، انا دلوقتي هطحن البسكوت بتاعي كويس جدا وبعدين هضيف له الزبدة اللي سايحة. انا كده خلاص خلصت البسكوت بتاعي وضفت له الزبدة. تمام، وبقى جاهز عندي. انا هجهز صينية كب كيك، انا جايبة صينية الكب كيك القالب بتاعها القاعدة بتاعتها بتتحرك. تمام، لو مش متوفر عندكم الصينية دي ممكن هنستخدم صينية كب كيك عادي خالص، بس هنستخدم الورق اللي هو بتاع الكب كيك. تمام، قوالب الكب كيك اللي هي اللي تبقى ورق زبده دي، وبعد ما هنخلص ان شاء الله التشيز كيك بتاعتنا خالص هنفك منها القالب. تمام، دي او دي اوكي ما فيش اي مشكله. انا حطيت البسكوت بتاعي في القالب الكب كيك، بضغط بس شويه. انا هنا استخدمت اللي احنا بنعمل بيها العجينه. تمام، تقدروا تضغطوه باي حاجه متوفره عندكم اوكي، بس اهم حاجه تضغطوه كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبالنسبة للثلاثة دول فأنا هعملهم معاكم بالبسكوت الأوريو نفس الكلام. أنا هطحن البسكوت الأوريو، الأول هفصله عن الكريمة. تمام، هاخد البسكوت لوحده والكريمة لوحدها وهطحن البسكوت الأوريو بتاعي وهضيف له برضو زبدة. تمام، وبعد كده هحطه في قوالب الكب كيك بتاعتي. اللي انا هحتاجه علشان اعمل التشيز بتاعتي محتاجة دي كريمة لباني، دي بتستخدم في الحلويات وفي الطهي، يعني انا ما جبتش كريمة حلويات بس دي بتستخدم في الاثنين، دي طعمها بيكون كريمة لباني قوي وبتكون حلوة جدا في التشيز كيك. تمام، انا هستخدم الكريمة دي، الكريمة دي عندي لتر، لو انا قلت لكم هتقللوا الكمية هتستخدموا نص لتر بس. تمام، الكريمة دي هتلاقوها زي ما انتم شايفين دلوقتي سايلة. تمام، هفضل اضربها بالمضرب كويس جدا لحد ما هتتقل جدا معايا.
وهنا الكريمة زي ما انتم شايفين بدأت تتقل شوية، اي هفضل اكمل برضو ضرب بالمضرب لحد ما هتتقل خالص وتشوفوا القوام النهائي بتاعها هيوصل لك. انا كده خلاص تقريبا وصلت للقوام اللي انا محتاجاه للكريمه بتاعتي، شايفين جمدت خالص تقلت خالص معايا ازاي. خلاص انا دلوقتي بقى هبدا اضيف لها الجبنه. انا هنا استخدمت جبنه كيري، استخدمت 8 قطع من الجبنه الكيري، هخلطهم كويس بالكريمه وهضربهم كويس بالمضرب، وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف هنضيف لهم. انا خلاص ضربت الكريمه كويس بالجبنه، دلوقتي بقى هضيف لهم المكون اللي هنضيفه، جيلي الليمون. خلاص انا عندي نص كوبايه من الميه الدافيه، هضيف لها باكو من جيلي الليمون. لو انا هستخدم اللتر بتاع الكريمه هزود عليهم معلقه كبيره من الجيلاتين الباودر، تمام. لو انتوا هتستخدموا مثلا نص لتر وتعملوا نص الكميه بس، يبقى انتوا هتكتفوا بس بالجيلي بتاع الليمون، هيكون قوامها معاكم كويس جدا. هنا عندي جيلي الليمون بيديها المزازة بتاعت الليمون اللي بتكون موجودة في التشيز كيك، وفي نفس الوقت بتكون جيلاتين، تمام، يعني الاتنين مع بعض.
انا هنا خلاص التشيز كيك بتاعتي بقت جاهزه للتزيين وللاكل. تمام، انا محتاجه للتزيين بتاعي، انا هستخدم هنا زبده اللوتس، انا دوبتها سيحتها شويه في، ممكن سيحها في الميكرويف او في فرن كهرباء مع قالب بايركس، تحطوها في قالب بايركس جوه الفرن تسيح، بس حاجه بسيطه عشان تكون سهله معايا وانا بزين. هنا عندي توبينج بلو بيري، تمام، لو مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا مربى، مربى فيها قطع سواء كانت فراوله او قطع توت، خلاص وتدوروها مع ربع كوبايه صغيره من الميه، بتكون نتيجتها حلوه قوي. وبالنسبه للبسكوت الاوريو فانا هستخدم بسكوت اوريو مطحون مع وكده. خلاص انا جهزت جزء، زينت جزء معاكم من الميني تشيز كيك، اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني فيديو جديد ووصفات جديدة مع